خيانة الشماريخ لأمانة التاريخ. في ختام الكلام العام عن صلاح الدين الأيوبي ولبيان البون الشاسع بين حقيقته التاريخية وصورته الأسطورية في أذهان المعاصرين، نشير فيما يلي إلى أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تشكيل وصياغة الوهم الخيالي المتعلق بهذه الشخصية، وهو ما يفصح عنه عنوان المقالة. وقبل الخوض في هذا الغمار وما آثاره وصفي للرجل بأنه من أحقر الشخصيات في تاريخنا نظراً للمذابح المريعة التي ارتكبها في حق مسلمين وقتله للأبرياء دون محاكمة أو سماع دفاعهم كالسهروردي ومؤتمن الخلافة إلى آخرهم، واستبداده بالحكم واستعباده للمصريين وتنكيله بهم عبر وزيره قراقوش ومماليكه الغز والشركس ونكرانه للجميل مع الذين أحسنوا إليه كالسلطان نور الدين والخليفة العاضد إلى آخره، وتدميره مكتبة الحكمة وتهديمه للأهرامات وهزيمته قبل وبعد حطين في موقعتي الرملة وأرسوف، وملاطفته للصليبيين وعنفه مع المسلمين العرب والأكراد وغير ذلك كثير، تجب الإشارة إلى أن انتشار خرافة الناصر صلاح الدين ترتبط منذ منتصف القرن العشرين وحتى اليوم بأسباب كثيرة، منها مخايلة ومخادعة لقبه الناصر، ومنها حالة العجز العربي العام، ومن ثم الاحتياج لوهم المخلص، ومنها سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام، ومنها قصور مناهج التعليم عن تأكيد النزعة النقدية والتفكير الحر لدى الطلبة والدارسين، ومنها أيضا خيانة الشماريخ لأمانة التاريخ. وحتى لا يستغرب بعض القراء هذا العنوان، نشير في البداية إلى أن الشماريخ هي كلمة عربية فصيحة، وهي جمع لكلمتين مفردتين شمراخ وشمروخ، والكلمة الأولى منها تعني قمة الجبل وتعني الأخرى عذق عنقود العنب. قال الأصمعي وأكد قوله الجوهري الصحاح في اللغة، وزين الدين الرازي في مختار الصحاح، وابن منظور في لسان العرب، والفيروز أبادي في القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب، ومرتضى الزبيدي في تاج العروس من جواهر القاموس. الشماريخ هي رؤوس الجبال والقمم العالية، وهي الأحجار الكبار المستديرة بأعالي الجبال. وترتبط كلمة الشماريخ بكلمة التاريخ، إذ نجد المؤلف المصري الشهير السيوطي الأصل جلال الدين السيوطي رسالة لطيفة الحجم مليئة بالطرائف والحقائق والتخاريف، نشرتها مطبعة بريل ليدن بهولندا سنة 1896، عنوانها رسالة الشماريخ في علم التاريخ. ومن هنا فإن هذه المقالة تشير إلى ما فعله المؤرخون والكتاب الكبار المشار إليهم بالشماريخ من خيانة للأمانة التاريخية بنسب متفاوتة عند تقديمهم للصورة الوهمية لصلاح الدين الأيوبي. وهؤلاء الشماريخ منهم قدماء ومحدثون ومعاصرون، ويجمع بينهم أنهم بهرجوا على الناس وسكتوا عن بعض الحقائق الدالة على حقيقة صلاح الدين، حتى صار عند أهل زماننا كالخرافة الممهدة لكل مستبد يسترضي عوام المحكومين بشعارات الجهاد، الخلافة الإسلامية، الأقصى الجريح، القدس الأسير، فيهتف الناس للمستبد ويتصرف هو فيهم كيفما يشاء. أما قدماء الشماريخ من المؤرخين الذين كتبوا سيرة صلاح الدين
وهم معاصرون له، فأولهم صديقه وشريكه فيما يسمى تصفية الفاطميين ومذهبهم الشيعي، وهو في الحقيقة الاستيلاء على ثروة الفاطميين وممتلكاتهم بحجة نشر المذهب السني، أقصد القاضي الفاضل المتوفى سنة 596 هجرية، الذي كتب سيرة سيده صلاح الدين، ومن حسن حظنا أنها لم تجد من يهتم بها ويستنسخها، فاختفت وضاعت ولم نعرف بها إلا من خلال بعض الاقتباسات التي أوردها مؤرخون متأخرون عنه زمناً. لماذا نحمد الله على ضياعها؟ لأنها بحسب ما اقتبسوه منها مليئة بالتلبيس والخلط بين الحق والباطل. ولكي ندرك طبيعة شخصية القاضي الفاضل بعيداً عن مبالغات المؤرخين، نذكر فقط تلك الواقعة الدالة جداً التي وردت في سيرة القاضي الفاضل وتفاصيل حياته. قال المؤرخون: بعد أن احتال صلاح الدين الأيوبي على الخليفة الفاطمي حتى جرده من كل ممتلكاته وسلبه آخر حصان كان يخرج به الخليفة من قصره للصلاة، أمر صلاح الدين بإسقاط اسم الخليفة العاضد من خطبة الجمعة، وهو ما يعني آنذاك خلعه من الخلافة، وفجأة مات الخليفة، يقال من شدة القهر الذي تعرض له على يد صلاح الدين، ويقال إنه انتحر بمص فص مسموم كان في خاتمه، ويقال تدهورت صحته في بضعة أيام وهو في 21 من عمره ولم يحسن علاجه فمات. المهم حسب ما يقول المؤرخون، كان صلاح الدين والقاضي الفاضل ومعه جماعة من الرجال في جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة لحظة بلغهم خبر موت الخليفة، فنظر صلاح الدين إلى القاضي الفاضل بوجه يبتسم وقال: لو علمنا أنه يموت اليوم ما غصصناه أي نكدنا عليه برفع اسمه من الخطبة. فقال له القاضي الفاضل: يا مولاي، لو لم يعرف بأن اسمه سيرفع اليوم من الخطبة لما مات. فضحك الحاضرون. تلك كانت أخلاق صلاح الدين وصديقه الذي كان أول المؤرخين الذين كتبوا سيرته، القاضي الفاضل. وهناك سيرة صلاح الدين التي كتبها صديقه الآخر، القاضي ابن شداد، قاضي عسكر صلاح الدين، بهاء الدين أبو المحاسن المتوفى سنة 632 هجرية، وهو في 93 من العمر، وجعلها بعنوان النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية نسبة إلى السلطان يوسف ابن أيوب المشهور بصلاح الدين، وهي كتاب دعائي فج مليء بالمدائح والتطبيل لصلاح الدين، الذي وصفه ابن شداد في ديباجة الكتاب بأنه مولانا السلطان الملك الناصر جامع كلمة الإيمان قامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين منقذ بيت المقدس من أيدي المشركين خادم الحرمين الشريفين. وبعد ذلك نرى ابنه شداد يعلي من شأن صلاح الدين ويسهب في تفاصيل بطولاته ويوجز في ذكر مذابحه الشنيعة مكتفيا بتعبيرات مثل: وكانت مقتلة عظيمة وقتل خلق كثيرون إلى آخره، وكل بضعة صفحات يحكي واقعة فرعية ثم يعقب عليها بقوله عبارات مادحة من مثل: فانظر إلى التواضع صفحة 46، فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب عند الله صفحة 59، فانظر إلى هذا الحلم الذي لا يتأتى في مثل هذا الزمان صفحة 60، فانظر إلى هذه الهمة صفحة 110. وينتهي ابن شداد
من كتابه بقوله عن صلاح الدين الذي يلحق باسمه قدس الله سره. هذه أخبار الملك الناصر، قصدت بذلك وجه الله في حث الناس على الترحم عليه وذكر محاسنه، والله يحسن خلافته من بعده. ومعروف تاريخيا أن الله لم يحسن خلافة صلاح الدين من بعده، فقد تنازع أفراد أسرته الذين وزع عليهم البلاد وتقاتلوا بدراوة فيما بينهم، فقتل المسلمون المسلمين وتم تسليم القدس للصليبيين طواعية حسب ما ذكرنا في مقالة الأسبوع الماضي. وعلى نهج قريب مما سار عليه القاضي الفاضل وقاضي العسكر ابن شداد، سار صاحب كتاب الروضتين أبو شام المقدسي المتوفى سنة 665 هجرية، الذي أرخ للدولتين النورية والأيوبية، قافزا بمهارة فوق وقائع انتزاع صلاح الدين لدولة نور الدين والأهوال التي جرت بين الجيوش طمعا في العروش، متجاهلا وقائع الخسة والحقارة ومشوشا عليها بسكب المديح. وبالإضافة إلى هؤلاء الشماريخ الثلاثة، كتب عن صلاح الدين ودولته اثنان من المؤرخين المعاصرين، هما ابن أبي طي، ولد سنة 585 هجرية وتوفي سنة 630، وهو صاحب كتاب السيرة الصلاحية، وأسعد الدين ابن مماتي، ولد سنة 544 هجرية وتوفي 606 هجرية، وهو صاحب كتاب الفاشوش في حكم قرقوش، وقد تم إزاحة الأول منهما على اعتبار أنه شيعي، وتهميش الآخر على اعتبار أنه حاقد، مع أن كليهما كان منصفا. وعلى هذا النحو صار المؤرخون الثلاثة المذكورين سابقا، القاضي الفاضل، القاضي ابن شداد، الفقيه أبو شامة، هم مصدر المؤرخين الكبار الذين ذكروا أخبار صلاح الدين، وكانوا جميعا من أهل السنة الذين عاشوا في ظل دولة المماليك السنة، فكانوا بطبيعة الانتماء المذهبي منحازين لصلاح الدين. ولا شك في أن كتابة تاريخ صلاح الدين في ظل دولته الأيوبية وامتدادها المملوكي، فإن زمن المماليك هو نتيجة مباشرة وامتداد طبيعي للزمن الأيوبي، كان أمرا مريرا بالنسبة للمؤرخين ويقتضي الحذر. ولا شك في أن صلاح الدين كان أحد المتوسلين بالسيف للسلطة، وله مآثر وعليه مآخذ وفيه مثالب. ولا شك في أن هؤلاء المؤرخين كانوا بحكم وظائفهم يميلون إلى مدح مؤسس الدولة التي كانوا من رجالها، لكن ذلك أدى إلى إخفاء الكثير من الوقائع وتغييب الجانب المظلم من هذه الشخصية التاريخية التي لم أبالغ حين وصفتها بأنها من أحقر الشخصيات في تاريخنا، ولم أقل أنه الأحقر، لأن من أمثاله المماليك الذين ملكوا كثيرون أحقر منه، مثل فرج ابن برقوق، وكثيرون أفضل منه نوعيا، مثل المنصور قلاوون محرر القدس وفلسطين الحقيقي. وفي النصف الثاني من القرن العشرين شهدت المنطقة العربية الخارجة للتو من الزمن الاستعماري تقافز على العروش العربية. عسكريون رفعوا لواء تحرير القدس وفلسطين لاستمالة قلوب الناس، وظلوا يحكمون الجمهوريات حكما أيوبيا مؤبدا حتى وفاتهم. الناصر عبد الناصر في مصر، الناصر معمر القذافي في ليبيا، الناصر حافظ الأسد في سوريا، الناصر صدام حسين في العراق. وتزامن ذلك مع ضياع القدس وفلسطين من يد العرب بإعلان دولة إسرائيل التي كانت نتيجة لمجموعة من الأسباب. توطين صلاح الدين لليهود في القدس بعد قرون من حظر سكناهم فيها. وعد بلفور، تزايد النشاط الصهيوني، عجز العرب. وعند العجز عن العمل يأتي دور الخيال وتظهر فكرة المخلص التي تخفف نفسيا من ضغط الواقع وتعطي أملا مراوغا على المستوى الخيالي. وهنا
تم بعث أسطورة الناصر الذي سيأتي ذات يوم لتحرير القدس، وليس على الناس إلا انتظاره. فظهر الفيلم السينمائي المزيف الناصر أحمد مظهر الذي قام بتأليف القصة والسيناريو والحوار، فيه ثلاثة من مؤلفين الكبار نجيب محفوظ، عبد الرحمن الشرقاوي، محمد عبد الجواد، ففعلوا في الفيلم العجب، جعلوا المسلم مسيحياً وجعلوا الرجل الذي قتل مئات الآلاف من المسلمين في القاهرة وحلب رومانسياً، وجعلوا الموضوع الوحيد للفيلم معركة حطين الذي انتصر فيها صلاح الدين دون إشارة إلى هزيمته قبلها في موقعة الرملة وبعدها في موقعة أرسوف، وجعلوا من الحقير ريتشارد قلب الكلب المشهور بشذوذه الجنسي وقتله 3000 أسير مسلم بطلا. وفي مناهج الدراسة صار صلاح الدين المزور مقررا، وفي وسائل الإعلام صيروه قصة مجيدة يتسابق الشعراء في التغني بأمجادها، ولم يجرؤ أحد على بيان ما لصلاح الدين وما عليه. وحين عبرت الشهر الماضي عن رأي آخر غير خرافي في صلاح الدين، وهو رأي كتبته في مقالات وكتب منشورة منذ سنوات، اهتاج الجهلاء وجهلوا علي وجعلوها مندبة تثير السخرية، وكان أعجب ما فيها هو هذا البيان العلمي الأكاديمي الذي أصدره رئيس الجمعية التاريخية المصرية، مما اضطرني للرد عليه، وكان ردي بعنوان واضح وهو الرد الواضح على البيان الفاضح، وجاء فيه في حينها: أدهشني جدا هذا البيان العجيب الغريب المريب الذي أصدرته الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ممهورا بختم الجمعية الرسمي واسم رئيسها دكتور أيمن فؤاد سيد. رأيت البيان في جريدة فقلت في نفسي إن الأمر لا يعدو كونه اشتراكا في هوجة جارية، وجدتها هذه الجمعية فرصة للإعلان عن نفسها، ولا بأس عندي في ذلك، فالمعلنون عن أنفسهم في هذه الأيام الجدباء كثيرون، ولا مشكلة في صوت آخر ينضاف إلى هذه الزفة الترويعية البائسة التي لن تغني في نهاية الأمر عن الحق شيئا. وسيعرف الناس في خاتمة المطاف أن هذا التهليل كان بغرض التهميش بالتشويش، وهو نهج لم يكن فيما سبق مجديا معي ولن يكون في مقبل الأيام، لا سيما أن البيان الزاعق لا يقول شيئا علميا أو أكاديميا ذا قيمة. لكنني رأيت بعد ساعات هذا البيان منشورا في جرائد عديدة ومواقع إخبارية، فسألت عن سبب الاهتمام بهذا البيان الذي لا يقول شيئا، فكانت الإجابة من الصحف: الجمعية أرسلت لنا البيان فنشرناه. ونص البيان المنشور هو الكلام التالي: بيان صادر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بشأن تصريحات الدكتور يوسف زيدان تتعلق بصلاح الدين الأيوبي، يستنكر مجلس إدارة الجمعية التاريخية المصرية ما صدر عن دكتور يوسف زيدان من تصريحات غير مسؤولة وغير علمية في أحد البرامج التلفزيونية باعتبارها تصريحات بنيت على خيالات شخصية وصدرت من غير متخصص. رئيس مجلس الإدارة أستاذ دكتور أيمن فؤاد سيد. والبيان موقع ومختوم ومؤرخ بيوم 22 مايو 2017. وفي اليوم التالي صدر بيان آخر مطابق لما سبقه لكنه مؤرخ بيوم 23 مايو 2017. فيه زيادة وحيدة وخطيرة جدا، هي تصريحات تتعلق بالسلطان الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب. يا سلام، فارق رهيب استدعى إعادة إصدار البيان ولم يكن ممهورا بتوقيع الدكتور أيمن فؤاد السيد. وقبل ردي الواضح على هذا البيان الفاضح، أشير إلى أن دكتور أيمن هو صديق عزيز لدي منذ سنوات، وبقدر ما أحترمه وأحبه كان مقدار اندهاشي من كلامه الذي سنرى حالا أنه لا قيمة له وليس فيه الصفة العلمية والأكاديمية
التي يجب أن يتحلى بها بيان مفروض أنه صادر من جهة علمية وذات طابع أكاديمي. عموماً كنت أود ألا أرد على البيان، لكنني خشيت على عقول الناس في بلادنا أن تزداد بلة في طين الأوهام والخرافات، فكان لابد مما ليس منه بد. أولاً، ومن حيث الشك، لا يصح لجمعية أكاديمية أن تقع فيما لا نحاسب عليه غير الأكاديميين، فتقول عني في بيانها الدكتور، وعن أيمن فؤاد الأستاذ الدكتور. فالحقيقة أنه لم يحصل على درجة الأستاذية التي هي درجة علمية كالماجستير والدكتوراه، تمنحها بعد إجراءات طويلة وأعمال علمية مبتكرة لجنة ترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات. وقد تقدم سيادته لنيل هذه الدرجة ورسب. وفي المقابل حصلت على هذه الأستاذية عندما كان عمري 39 سنة، وكانت تقديرات منح الدرجة تكفي لترقية 3 إلى درجة الأستاذية. وكان الأصدقاء أيامها يمزحون قائلين لي على سبيل المجاملة: أصبحت أستاذا بالثلث. ومع ذلك تركت العمل الجامعي وتفرغت للكتابة هربا من المستوى العام للجامعات المصرية، وفرارا من المضايقات التي كانت تتم معي والمؤامرات السفلية التي لا وقت عندي للتصدي لها، بل أعاف الدخول في معتركها. وقد عانى دكتور أيمن نفسه من مثلها. عموما غير الأكاديميين والأساتذة الجامعيين لا يهتمون بتلك المسألة، ولا أحد يلومهم على عدم الاهتمام بها، لكننا هنا أمام بيان رسمي من جمعية تفترض فيها الأكاديمية ومجلس إدارتها كله من الجامعيين، فلا يصح منهم أن يعكسوا الوضع بهذا الشكل المريع. فهذا تزوير صريح في أوراق رسمية منشورة. يضاف لما سبق أنني حصلت على درجة الأستاذية في مجال الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم، ومن لديه شك في ذلك فليرجع إلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية. فكيف يجوز وصفي على الملأ بأنني غير متخصص؟ هذا تدليس وتلبيس على الناس، والبيان المعدل يضيف فقط لاسم صلاح الدين لقب السلطان الناصر دون إظهار إلى أن كلمة الناصر المراوغة هذه هي اختصار لأحد الألقاب الكثيرة التي خلعها على صلاح الدين الخليفة الفاطمي العاضد المغدور به على يد صلاح الدين. ونص اللقب: الملك المظفر ناصر أمير المؤمنين العاضد لدين الله. والدكتور أيمن يعرف أن ما أقوله صحيح، بل يعرف ذلك جيدا بحكم تخصصه، فلماذا يخيل ويتحايل على الحقيقة وهو يعلم جيدا أنني متخصص جدا في التراث والتاريخ، وشهد بنفسه ما قمت به في هذا المجال خلال سنوات طوال، ويعرف أنني اكتشفت قبل 20 سنة مخطوطة كتبها المقريزي بخط يده، وهو متخصص في المقريزي، وكان سعيدا بهذا الاكتشاف، وهو يعلم جيدا بأعمالي في التراث والتاريخ، وأن هذه الأعمال نالت جوائز عالمية، ليست من بينها جائزة مصرية لأنني لا أتقدم للجوائز في مصر، وأن بلادا عديدة احتفت بأعمالي شرقا وغربا، وشاركني هو في مؤتمرات دولية لا حصر لها، ولا يمكنه إنكار حصولي على جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في مجال الفقه الطبي وتاريخ العلوم عام 1995، وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال التراث العلمي العربي عام 2005، وجائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان عام 1996. فكيف يجوز الادعاء العلني بأنني غير متخصص؟ يضاف لما سبق أن ما ذكرته في مقالة الأسبوع الماضي من نصوص تاريخية تقدم صورة أخرى لصلاح الدين هو معلوم للدكتور أيمن من واقع تخصصه، فكيف له ولأعضاء مجلس إدارة جمعيته التاريخية أن يزعموا علانية وبلا خجل ما صدر عن
دكتور يوسف زيدان من تصريحات غير مسؤولة وغير علمية، وهي تصريحات بنيت على خيالات شخصية وصدرت من غير متخصص. وبعد، وإعلاء للحق، فسأعطي للدكتور أيمن فرصة 3 أيام من تاريخ نشر هذه المقالة لكي يعتذر علنا عن بيانه العلني، وإلا سوف أقاضيه في المحاكم وأرفع عليه دعوى قانونية تتهمه بالآتي: التزوير عن عمد في أوراق رسمية منشورة، التدليس على الناس بما يدخل في نطاق السب والقذف، وتضليل الجمهور بادعاءات كاذبة من شأنها جلب الإذراء لي بالباطل، وليدعو ناديه سندعو الزبانية.